السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنحفظ مع بعض الكلمات الخاصة بيونت 5 او الوحدة الخامسة at the toy factory او في مصنع اللعب، وطبعا ده بيبقى في المحور الثالث اللي هو how the world works، كيف يعمل العالم، connect plus منهج KG1. واحنا كنا شرحنا المرة اللي فاتت الجزء الاول، وبعد ما ناخد الدرس ده ونحفظ الكلمات الخاصة بيونت 5 هناخد الجزء التاني في درس هينزل بعد ده على طول، بحيث ان احنا نخلص يونت 5 كلها ونكون كمان حافظين الكلمات بتاعتها. وطبعا زي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم علشان نكتب مع بعض ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكلمات الخاصة بيونت 5 والكلمات اللي انا هقولها دي طبعا لازم نحفظها كويس قوي قوي بالقراية، ولو على قد ما نقدر ياريت يكون بالكتابة علشان نسهل مع بعض بعد كده السنين الجاية ان شاء الله. فهي مجموعة كلمات، وأول كلمة معانا هي كلمة بول. بول بول يعني كرة. قول ورايا، بول 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 كرة، بول 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 يعني كرة. تاني كلمة هي كلمة بيد. بيد 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 يعني خرزة يا أصحابي. بيد بيد بيد. كار كار كار. شاطر يا عبد الله. كار 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 يعني سيارة أو عربية. دول 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 يعني عروسة، العروسة اللي البنات بتمسكها وبتلعب بيها، فدي اسمها دول 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 يعني عروسة. دول دول دول. شاطر يا أنس. روبوت روبوت روبوت. روبوت يعني إنسان آلي. روبوت 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 روبوت. شاطرة يا جنى. تيدي بير تيدي بير تيدي بير يعني دبدوب لعبة. تيدي بير تيدي بير تيدي بير تيدي بير تيدي بير تيدي بير. ترين 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 يعني قطار. ترين 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 ترين. شاطر يا احمد. فابريك فابريك فابريك. فابريك يعني قماش. فابريك 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 فابريك. شاطرة يا رفيدة. جلاس جلاس جلاس. جلاس يعني زجاج. جلاس 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 جلاس. شاطر يا عبد الله. ميتال ميتال ميتال. ميتال يعني معدن. ميتال 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 ميتال. بيبر بيبر بيبر. بيبر يعني ورق. بيبر 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 paper paper. شاطرين كلكم. بلاستيك بلاستيك بلاستيك. بلاستيك يعني البلاستيك طبعا زي ما احنا عارفين. بلاستيك بلاستيك
plastic 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 wood 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 يعني خشب wood 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 شاطرين كلكم pole 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 يعني يسحب يشد حاجة ناحيته دي معناها pole 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 شاطرة يا رودينا push 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 يعني يدفع يعني يزق push 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 مرة كمان push 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 شاطرين كلكو roll 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 يعني يتدحرج roll 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 مرة كمان roll 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 slide 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 يعني ينزلق يعني يتزحلق slide 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 مرة كمان slide 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 شاطرين كلكم حبايبي وعندنا النمبرز from 1 to 10 ده احنا خدناه في الترم الاولاني فهناخد النمبرز from 11 to 20 او من الارقام من 11 ل 20 الترم ده في يونت 5 فاحنا هنقول الارقام من 1 ل 20 علشان نبقى عملنا ريفيجن او مراجعة على الارقام كلها والارقام هي 18 19 20 20 20 وممكن تقرأ برضو 20 وطبعا عندنا بعض الكلمات الخاصة بالألعاب زي مثلا the plane the plane اللي هي الطائرة the plane 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 وطبعا عندنا كلمة made of مصنوع من و made from مصنوع من ايضا والفرق بينهم احنا خدناه في درس لوحده ياريت تتفرجوا عليه هو درس صغنن خالص بس هيفيدكوا كتير
وهو موجود على القناة دلوقتي، تقدروا تفتحوه بعد ما ذاكروا الدرس ده، تقدروا تفتحوه وتعرفوا الفرق بين made of و made from. ف made of يعني مصنوع من، زيها بالظبط زي made from، بس في فرق كبير بينهم في المعنى. وخدنا كمان حاجة اسمها possessive pronouns. possessive pronouns أو ضمائر الملكية، أو الكلمات اللي بتعبر عن أي حاجة هي ملك مين. فأنا لما أحب أقول على حاجة ملكي فبقول my. my يعني ملكي. ياريت تقول ورايا أصحابي my 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 my. مرة كمان my 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 يعني ملكي. وخدنا حاجة اسمها his. his يعني ملكه. لما انا احب اقول على حاجة ملك اخويا مثلا فبقول عليها his. his يعني ملكه. لما بقول على حاجة ملك مثلا بابا بقول عليها his. his يعني ملكه. وملكه دي للمذكر، للراجل، للولد. فأي حاجة ملك حد تاني بس الحد ده يكون ولد او راجل بنقول عليها his. his يعني ملكه. قولوها رايا his. his 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 his. مرة كمان his his his. طب لو عايز اقول ملكها بقول her. her يعني ملكها. يعني لو حاجة ملك اختي بقول عليها هير. لو حاجة ملك أمي بقول عليها هير. لو حاجة ملك أي بنت أو ست تانية، بس أي بنت أو ست تانية بنقول عليها هير. هير يعني ملكها. فبنقول هير يعني ملكها. قولوها ورايا أصحابي هير 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 hair. مرة كمان hair hair hair. وطبعا هناخد الفونكس او نطق الحروف والاصوات بتاعت نطق الحروف، وده هناخده دلوقتي في الدرس اللي هينزل بعد ده على طول. واحنا عندنا هنا في اليونت دي حرف الاي وحرف التي. فالاي بتنطق اي اي اي، والتي بتنطق تي تي تي. والآي حرف الآي زي كلمة إن. إن يعني في. إن 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 إن. وزي كلمة بن. بن بن يعني سلة المهملات، يعني سلة بنقول عليها بن 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 بن. مرة كمان بن بن بن. فهي حرف الاي عامل زي ما يكون الكسرة في اللغة العربية، بي بي بتتنطق كسرة بسيطة بين الحروف، وده هو حرف الاي. وزي كلمة حبر او انك بتنطق في انك انك انك. مرة كمان انك 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 انك. والنطق الخاص بحرف التي يا اصحابي زي كلمة تيدي بير. والنطق الخاص بحرف التي يا اصحابي هو بالضبط زي حرف التاء باللغة العربية، ت ت ت ت ت ت ت ت ت. فبنحس ان في هواء بسيط خارج من بقنا واحنا بنقول حرف التي تي، زي كلمة تيدي بير. تيدي بير اللي هو دبدوب لعبة. فنقولها مرة، فنقول مع بعض تيدي بير تيدي بير تيدي بير. مرة كمان تيدي بير تيدي بير تيدي بير. وحرف التي ممكن يجي في آخر الكلمة زي كلمة روبوت روبوت روبوت
اللي هو الإنسان الآلي طبعا. روبوت روبوت روبوت. مرة كمان. روبوت روبوت روبوت. شاطرين كلكم. وممكن كمان يجي في أول الكلمة زي كلمة زي number 10 يعني رقم 10. نقول مع بعض 10 10 10. مرة كمان 10 10 10. شاطر يا عبد الرحمن. 10 10 10. شاطرين كلكم حلوين ربنا يحفظكم. وطبعا هناخد في يونت 5 حاجة اسمها اللايف سكيلز او مهارات الحياة. وعندنا هنا احنا بنتعلم مهارة المشاركة اللي هي sharing things، ان احنا نتشارك اللعب بتاعتنا مع اصحابنا واخواتنا. وعندنا كمان قصة صغيرة هناخدها في الدرس اللي هينزل بعد ده على طول. وفيها حاجة اسمها البروبلم سولفينج او حل المشكلة، ازاي ان انا ممكن اقول لك فزورة او سؤال وانت تسألني شوية اسئلة علشان توصل للاجابة بتاعت الفزورة دي او بتاع السؤال ده. وناخد كمان حاجة اسمها جيسن جيمز. جيسن جيم يعني اللعبة التخمين، ودي الطريقة اللي احنا هنحل بيها المشكلة في الستوري اللي احنا ناخدها في الجزء الثاني اللي هناخده من اليونت ان شاء الله. واخر حاجة ناخدها ان شاء الله في يونت 5 هناخد فيها ازاي نعمل لعبة او نرسم رسمة لعبة معينة زي تيدي بير او الدبدوب اللعبة عن طريق بعض الادوات المفروض ان انتوا هتاخدوها في الكلاس روم او في حجرة الفصل. الوان وبلالين وحاجات ترسموا بيها تيدي بير دي، وان شاء الله هشرح لكم ازاي ده هيتم في الدرس اللي هينزل بعد ده على طول. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.